السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف الحادي عشر، أهلا بكم بدرس جديد من دروس الفيزياء بعنوان المحولات الكهربائية. بداية لنستعرض معا أهداف الدرس. يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تعرف المحولات الكهربائية تعريفا دقيقا، وأن تعدد أجزاء المحول الكهربائي، وأن تذكر العلاقة الرياضية بين فرق الجهد وعدد اللفات في المحول الكهربائي، وأن تقارن بين المحول الخافض للجهد والمحول الرافع للجهد. وكتمهيد للدرس عزيز الطالب، لاحظ معي هذه الصور. هل لاحظت يوما بالقرب من منزلك هذه الأجهزة؟ ما اسم هذا الجهاز وفيما يستخدم؟ وما فكرة عمل هذا الجهاز وكيف يعمل؟ سنجيب بإذن الله عن هذه الأسئلة في درسنا لهذا اليوم. هل تعلم عزيزي الطالب أن العالم أورستيد عن طريق المصادفة اكتشف أن التيار الكهربائي المتدفق ينتج مجالا مغناطيسيا، وذلك عندما لاحظ انحراف إبرة البوصلة إذا وضعت بجوار سلك يمر به تيار كهربائي؟ واعتمد العالم مايكل فاراداي على ملاحظات أورستيد، واكتشف أن تغير شدة المجال المغناطيسي عبر سلك يؤدي إلى توليد كهرباء في هذا السلك، وهذا هو المبدأ الأساسي في عمل المحولات. والآن لنبدأ درسنا لهذا اليوم، المحولات الكهربائية. المحول الكهربائي هو جهاز يعمل على تغيير جهد التيار المتردد الداخلي فيه إلى جهد تيار متردد مختلف خارج منه، مع انعدام فقد القدرة الكهربائية الناتجة، ويعتمد على قانون فاراداي. ومبدأ عمل المحول الكهربائي هو توليد تيار كهربائي متردد نتيجة تغير الفيض المغناطيسي. ومثال على ذلك، يتم نقل الطاقة الكهربائية بجهد يصل إلى 345,000 فولت، وهذا جهد خطر، إلى جهد آمن في المنازل والمؤسسات يصل إلى 240 فولت. تركيب المحول الكهربائي، انظر معي عزيزي الطالب إلى هذا الشكل التوضيحي، إلى أجزاء المحول الذي يمثل بداية ملف ابتدائي يتصل بمصدر التيار المتردد، وملف ثانوي يتصل بدائرة الخرج، وكلاهما موضوعان حول قالب من الحديد يعمل على تضخيم المجال المغناطيسي وتكثيفه بين ملفي المحول. طريقة عمل المحول الكهربائي، انظر معي عزيزي الطالب في هذا الشكل التوضيحي، ولقد شرحنا أجزاء هذا المحول بأنه يحتوي على ملفين، إحداهما ابتدائي والآخر ثانوي، موضوعان على قالب من الحديد. ينتج التيار المتردد في الملف الابتدائي مجالا مغناطيسيا مترددا، ينتقل التغير في الفيض المغناطيسي خلال القلب الحديدي إلى الملف الثانوي، وينتج عن الفيض المغناطيسي المتردد في الملف الثانوي تيارا مترددا حثيا حسب ما تم دراسته سابقا في قاعدة لينز وقانون فاراداي. وتذكر عزيزي الطالب أن القلب الحديدي يعمل على تضخيم المجال المغناطيسي وتكثيفه بين ملفي المحول. ملاحظات مهمة يجب أن تضعها في عين الاعتبار عزيزي الطالب عند دراسة المحول الكهربائي، أنه إذا كان عدد لفات الملف الابتدائي والثانوي مختلف، فسيكون فرق الجهد بين الملفين مختلف أيضا. أما إذا كان عدد اللفات في الملفين الابتدائي والثانوي متساوٍ، فسيكون فرق الجهد في الملفين متساوٍ. وعند جعل القلب الحديدي مغلقا على شكل لفة، فإن المحول يصبح أكثر كفاءة في تركيز خطوط الفيض المغناطيسي وتضخيمها، ويرتبط فرق الجهد للملفين الابتدائي والثانوي بعدد لفات كل من الملفين كما في العلاقة الآتية،
Vs over Vb equal Ns over Np، حيث Vb تمثل فرق الجهد للملف الابتدائي وVs تمثل فرق الجهد للملف الثانوي، أما Np تمثل عدد لفات الملف الابتدائي وNs تمثل عدد لفات الملف الثانوي. أنواع المحولات الكهربائية: النوع الأول محول رافع للجهد، والنوع الثاني محول خافض للجهد، وهذه الصور تمثل أشكالا توضيحية، ونقارن بينهما من حيث عدد اللفات، بحيث أن المحول رافع للجهد يكون عدد لفات الملف الثانوي أكبر من عدد لفات الملف الابتدائي، وعليه سيكون الجهد الناتج في الملف الثانوي أكبر من جهد الملف الابتدائي، ويستخدم هذا النوع من المحولات في محطات توليد الطاقة الكهربائية. أما محولات خافضة للجهد يكون عدد لفات الملف الابتدائي أكبر من عدد لفات الملف الثانوي، وعليه سيكون جهد الملف الابتدائي أكبر من جهد الملف الثانوي، ويستخدم المحول الخافض لتقليل فرق الجهد في محطة الحي الفرعية. توضيح كيفية عمل المحولات الرافعة والخافضة لنقل الكهرباء. انظر معي عزيزي الطالب في هذا الشكل الذي سنستخدمه في وصف نقل الطاقة الكهربائية من محطة توليد الطاقة الكهربائية إلى المنازل. أولاً، تنتج محطة الطاقة فرق جهد قدره 12,000 فولت، ويستخدم محول رافع للجهد لزيادة فرق الجهد إلى 240,000 فولت من أجل نقله. ثانياً، يستخدم محول خافض للجهد لتقليل فرق الجهد إلى 2400 في محطات الحي الفرعية، ومن ثم نستخدم محولات خافضة مرة أخرى لتقليل الجهد من 2400 إلى 240 فولت قبل الوصول للمنازل مباشرة. تدريبات: سؤال 26 صفحة 98 في الكتاب المدرسي. عندما تولد محطات الطاقة الكهرباء، تقوم باستعمال المحولات لنقل الكهرباء في خطوط للطاقة بتيار منخفض لخفض خسائر القدرة. يعمل محول آخر قرب منزلك على تحويل الجهد إلى ما يجب أن يكون عليه لتشغيل أدواتك. أي من المحولات هو رافع للجهد وأي منها خافض للجهد، وكيف تعرف ذلك؟ أتوقع أنكم قادرون على إجابة هذا النوع من الأسئلة. بداية، يكون المحول في محطة توليد الكهرباء رافع للجهد لأنه يحول فرق الجهد المنخفض إلى فرق جهد مرتفع لنقله عبر خطوط الطاقة الكهربائية. أما في حين أن المحول الموجود قرب منزلك هو محول خافض للجهد لأنه يحول فرق الجهد المرتفع إلى فرق جهد منخفض للاستخدام في المنزل. سؤال 27 صفحة 98 في الكتاب المدرسي. يصنع طالب محوله بلف 10 دوائر سلك حول أحد طرفي ساق حديدية وعشرين دائرة سلك حول الطرف الآخر. بعد ذلك وصل بطارية جهدها ثابت DC للملف الأول، وعند فحصه لجهد الملف الثانوي وجد أنه لا وجود لفرق الجهد فيه، فأي خطوة أخطأ هذا الطالب خلال عمله؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب أن تتذكر عزيزي الطالب أن المحول يحول الجهد الكهربائي فقط المتردد وليس الثابت، فكان يجب أن يستخدم مصدر تيار متردد بدلا من التيار المستمر، لأنه لن يتولد تيار حثي في الملف الثانوي إلا إذا كان المجال المغناطيسي في الملف الابتدائي يتغير مع الزمن، فالتيار المستمر لا ينتج عنه تغير في المجال المغناطيسي، بينما التيار المتردد ينتج عنه تغير في المجال المغناطيسي. السؤال الأخير: تم توصيل ملف ابتدائي لمحول بمصدر للتيار المتردد. إذا ضاعفنا عدد لفات الملف الثانوي
فكم يكون معامل ازدياد جهد الملف الثانوي؟ هل سيكون المعامل 1 أم 1.5 أم 2 أم 4؟ أحسنتم، الإجابة هي 2، لأنه إذا ضاعفنا عدد اللفات الملف الثانوي بمعامل معين فإن جهد الملف الثانوي سيتضاعف بنفس المقدار. أحسنتم، انتهى درسنا لهذا اليوم. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.